واحد من اساطير نادي الزمالك، واحد من الناس واللعيبه الحريفه اللي ما فيش اتنين بيختلفوا عليهم داخل نادي الزمالك، لا فنيا ولا اخلاقيا، الامبراطور كابتن حازم امام. مساء الخير يا كابتن حازم. الله عليك يا سيف، والله عليك، الله عليك يا حبيبي والله. داخل مبسوط وبتضحك وحلوه المقدمه دي وعامل شغل جامد وشك حلو. مزاجك عنب وداخل بتضحك ومبسوط. عيني عيني والله العظيم حبيبي. وحشني، اخبارك ايه؟ حبيبي يا سيف ربنا يخليك يا بطل، ربنا يخليك. طبعا اكيد مبسوط في الاجازه واكيد دلوقتي طاير من الفرح. والله يعني الحمد لله خدامها مسك. النهارده كان ماتش صعب والحمد لله النتيجه كويسه، بس لسه الماتش ما خلصش، لسه النهائي اللي قبل النهائي ما خلصش، فالحمد لله انبسط اكيد النهارده بالاداء والروح والنتيجه، ولكن لسه في ماتش بعد اربع خمس ايام ولا حاجه، يوم الاسبوع الجاي 23 لازم الزمالك يلعب بنفس القوه ونفس الجديه ان شاء الله باذن الله. انا عايز اقول لك ان زملائك الزملكاويه واقفين في الممر الدمرداش واسلام وانا داخل وعاملين ايه؟ عايزين فرحه يا كابتن زي بتاعت امبارح كده، عايزين نشوف بقى. ايوه لا بس والله مبسوطه بصوتك ما شاء الله، مبسوط لان دي حاجه حلوه لمصر اولا. طبعا فاكر انا لما قلت لك من كام يوم الناس ليه بتقعد تهمد وتقول مصر وحشه والدوري وحش واللعب وحش؟ احنا عندنا لعيبه كتير كويسه وعندنا انديه جامده وعندنا دوري قوي وعندنا لعيبه كويسه، يعني الحمد لله بس نستكمل على خير والاهلي والزمالك يوصلوا للفاينل عشان فعلا يبان الفرق ان احنا فعلا عندنا لعيبه تعرف تشتغل وتعرف تلعب وملتزمه ومركزه وساعه الجد تشتغل على امكانيات لعيبتها بشكل كويس. فالاهلي امبارح لعب ماتش عالمي، النهارده الزمالك بيلعب ماتش رائع، فربنا يا رب يتكلم على خير ان شاء الله باذن الله. يعني محمد نصر حاطط لك شويه اجواب من بتوعك بتوع زمان. لا ده هم دلوقتي، ده من شرقي هو بقى دلوقتي نجم النجوم من شرقي ما شاء الله، وزيزو وطارق حامد وابو جبل والونشي والناس دي كلها يستاهلوا ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمهم يا رب وناخدوا البطوله ويستاهلوا كل خير ان شاء الله والله العظيم. ما توقعناش حازم اداء الاهلي والزمالك بره يبقى كده، يعني ما توقعناش الفريقين يادوا بالشكل ده ويكسبوا بره، يعني كان كل طموحاتنا قفل الملعب حتى لو ترجع بالتعادل وتفنش هنا. ولو دخل في جون مش وحش خد واحد واخلص وتعالى هنا عوض. لا الفريقين الاهلي امبارح جاب جون بدري، خلص الماتش بدري، مسيطر على الماتش 90 دقيقة، هو الأخطر، استحواذ أكتر، فرص على الجون أكتر. النهارده الزمالك جون بدري برضه خلص، خلى الشوط الأول كله تقريبا لصالح نادي الزمالك، شوط تاني يعني يمكن ضغطنا شوية من رجاء، وأنا كنت شايف إن الراجل لازم يغير تغيير بدري شوية، إن الزمالك ضغط جامد قوي الشوط التاني خصوصا النص ساعة الأخيرة دي، كان لازم يحصل فيها تغيير شوية، ودي مشكلة باتشيكو ما بيغيرش كتير واللعيبة بتتعب، يعني أنت شايف آخر الشوط التاني كان الزمالك مضغوط قوي وكان ممكن يخش فيه جول لولا أبو جبل والونش ظهروا في الكتف، يعني يمكن الشوط الاول كله اوتش وابو جمال ما طلعوش ما بنوش، يعني ما فيش ضغط خالص، لكن مع الشوط الثاني في نصه الثاني ابتدت اللعيبه تتعب شويه، فلازم باتشيكو يغير بسرعه شويه في الحته دي. لكن بصراحه اللعيبه كلها انت بتلعب، خلي بالك يا سيف، باك رايت الاساسي متعور، باك ليفت الاساسي متعور، السيت باك الاساسي متعور، الديفندر الاساسي متعور، وبتلعب مع فرقه واخده الدوري المغربي من ثلاث اربع ايام، فحالتها المعنويه في السماء، فانت بتلعب بنواقص جامده جدا وبتكسب بره ملعبك وبتحافظ على 1-0 طوال 75 دقيقه تقريبا، فبرافو لها بصراحه، حاجه تشرف يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله نكمل الفرحه يوم الجمعه والسبت اللي جايين ان شاء الله، والزمالك ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه هتيجي بالسلامه امتى ان شاء الله؟ انا هاخد منك اربع وخميس ما تقلقش انت ان شاء الله باذن الله، ان جمهورك في الراديو الحقيقه بينادي عليك يعني. انا هلبس الاسبوع اللي بعده كله شكلي بعد. لا جمهورك عايزك الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله. والله كل الناس لعيبك هنا في الامارات بيقولوا لي يا كابتن سيف في الراديو مبدع وعايزينه خمس ايام في الاسبوع. ماشي يا كابتن حازم، الف مبروك وترجع بالسلامه يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي، بشكرك يا زوما، شكرا جزيلا كابتن حازم امام، واحد من اساطير الكره المصريه الحقيقه.